رساله لكل لاعب واقف للنادي الاهلي ولابس التيشيرت الاحمر وعلى ظهره رقم وعلى الشمال اللوجو الاهلي. احب اقول لك انت راجل وارجل واحد ممكن تلعب في الاستاد ولازم تموت على الكره وتلعب برجوله لان دي افريقيا وافريقيا للكبار وانت اهلي الاسطوره. وطبعا كل دي هتبقى السنه الثالثه على التوالي ان شاء الله نوصل النهائي والمره دي ان شاء الله هناخدها بروحنا وبعزيمتنا وبارادتنا والفوز ده ان شاء الله على ارضنا وفي برج العرب وفي وسط جمهورنا. هنقف وراك يا اهلي وهنشجعك بكل نقطه دم فينا وفي كل نفس فينا وفي نفسنا هنشجعك وهنهتف بيك يا اهلي وان شاء الله هتفوز. يعني الاجتهاد في الملعب احنا محتاجين الماتش ده قوي هيعلم معنوياتنا قوي هيخلينا في ماتش الزمالك ان شاء الله يعني بقى عند حسن ظن الجماهير وان شاء الله الدوري يا اهلي. بس لعيبه طبعا عايز بس التركيز لان هو واضح في الفتره الاخيره ان في فرص كتير بتضيع. يعني احنا المدرب لاسارتي مدرب كوف بيوصل اللعيبه للمرمى كتير لكن بيبقى في سوء توفيق من اللعيبه. احنا عايزين بس التركيز منهم في الهجمات لان الهجمه اللي هتيجي مش هتتعوض. فاحنا عايزين بس التركيز علشان ايه نعرف نكسب واحد واثنين وثلاثه وان شاء الله برضك هناخد اول مجموعه. رساله الفريق قبل المباراه انه يعني انا مش عاوز روح عاوز روح المقاتل لان نصر الاهلي هو نصر مصر جميعا وشعب مصر جميعا وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمهم ان شاء الله والاهلي دايما معودنا على المواقف اللي زي ديت واحنا متعودين لعيبه الاهلي التملي بتبقى رجاله في الامور اللي زي ديت واحنا واثقين جدا جدا في المدير الفني بتاعهم وواثقين جدا في كل اعضاء الجهاز الفني وعارفين ان هم دول هيبانوا وقت المواقف الصعبه دي فعلا. واحنا عارفين خلاص ان شاء الله بامر الله الاهلي متاهل يعني ان شاء الله بامر الله. مباراه مهمه جدا لازم الفريق بتاعنا يكون فريق رجاله قد المسؤوليه يتحمل اي شيء اي صعب وان شاء الله شاركونا في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الفقره الاخيره من هذه الحلقه الطويله جدا من الساعه 9 للساعه 1 كان معانا حاجات كثيره جدا لكن خلوني ارحب بضيفي العزيز رئيس تحرير موقع يلا كوره الاستاذ كريم سعيد زكي. ده يا كابتن صباح الخير وصباح الفل لكل المشاهدين قناه الاهلي وجماهير النادي الاهلي. مشرف ومنور دايما. مشرفني دايما يا كابتن. ربنا يخليك. يعني عايز برضو اتكلم معاك النهارده عن حاجات معينه انت عايز تتكلم فيها. نعم. من الناحيه الفنيه فيما يخص. نعم. انت جايب لنا شويه صور برضو زي المره اللي فاتت بالظبط يعني تخص شبيبه الثوره. انا بس حابب اعلق على نقطه في ماتش فيتا كلوب ان احنا في ماتش فيتا كلوب الاهلي يعني لاسالتي كان مقدم مباراه جيده جدا وطبعا الحمد لله امانه يعني بصراحه يعني واحده من المباريات يعني ساعتها طبعا كنت مسافر انجلترا عشان مقطع محمد صلاح ما شفتش الماتش لايف بس بعد كده اتفرجت عليه. الاهلي النادي الاهلي قدم مباراه ممتازه جدا وواضح فعلا ان الجهاز الفني كان دارس فيتا كلوب بشكل جيد ولعبنا على كاس التسلل بشكل كويس في الشوط الاول حتى الكره بتاعت كريم نيدفيد اتعملت بشكل مميز جدا وكان كوره ثانيه الحقيقه لو عدوا الشوط الثاني علي النقطه كنا بنتكلم عليها ليله الحلقه اللعبه علي معلول اتعملت في الشوط الثاني كذا مره بشكل مميز بس يعني ما كناش كويسين في الفينشنج اعتقد كان عندنا مشكله في الفينشنج خصوصا الكره بتاعت كريم نيدفيد كانت في 6 يارد كانت سهله قوي بصراحه بس يعني كان بكره هنشوف فينش كويس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. واضح ان احنا لحد ما لسه النادي الاهلي ماتشاته على ارضه افضل من ماتشاتنا خارج ميزه بكره ارضنا وان شاء الله احنا هنحاول نستغل هذا الامر بكره ونستغل نقطه ان شبيبه الثوره ما بيلعبش على النجيله زي ما بيلعب على الارض اللي هي الصدقه او النجيل الصناعي بالنسبه لهم افضل شفنا في ملعبهم. وانت بتتكلم بس في النقطه دي. نعم. برضو من خلال تقرير ليلا كوره عاملينه. نعم. تقرير رائع الحقيقه ماذا فعل شبيبه الثوره في رحلاته الخارجيه بدوري الابطال. نعم. بناء على الفارق ما بين النجيل الصناعي والطبيعي بالظبط يعني. طبعا هو افضل انا من خلال اعتقد ان شبيبه الثوره الماتش الوحيد اللي دخله في المنافسه لما قدر ياخد نقطه التعادل من فيتا كلوب في الكونغو لما كان مغلوب 2-0 وقدر في اخر 10 دقائق بالروح امانه الفرقه عندها روح مميزه جدا وبتلعب لاخر دقيقه بتلعب اخر ثانيه وقدروا هم يتعادلوا 2-2 اعتقد دي النقطه اللي دخلتهم في المنافسه لكن احنا عايزين نبص يا كابتن اسلام على شبيبه الثوره ايه المميزات اللي عندهم ونحلل الماتش بتاعنا معاهم يعني نحلل ماتش النادي الاهلي معاهم في الجزاء ماتش خلص 1-1 كان لسه طبعا لساتي كان لسه يعني كان بادئ مدير فني مختلف ليهم يعني وكان كمان لسه فرقه النادي الاهلي ما وصلتش اللي وصلت له دلوقتي الوقت بس في نقط احنا عايزين نركز عليها في شبيبه الثوره نعرف الفرقه دي بتفكر ازاي الفرقه دي النهارده ايه الاساس عندها الفرقه دي يا كابتن عندها نقطتين مهمين جدا الهجوم بتاعهم بيعتمد على حاجتين كرات طوليه من خلف للامام وكرات عرضيه
خليني اديك رقم بسيط قوي من مباراه الذهاب خلصت 1-1. الكرات العرضيه لشبيبه الثوره قدام النادي الاهلي كانت 27 كرة عرضية. 27 كرة عرضية في خلال 90 دقيقة، مقابل كام نادي الأهلي ساعتها؟ كان 7 كرات عرضية فقط. فده يوضح لنا شبيبة الثورة كل التارجت بتاعه بيروح على الطرف ويرمي الكروس ليحيى شريف. طبعا شفنا المهاجم، ولو معانا الصور اللي احنا جبناها، أول صورة هنشوف كانت صورة من الشوط الأول، دايما ما عندناش كثافة عادية داخل منطقة الجزاء، ودي مفروض حاجة تسهل المهمة لمدافعي النادي الاهلي. الكرة دي كانت في الشوط الاول، بنشوف الكرة العرضية المفروض بتتلعب يا كابتن اسلام على طول الاوتوماتيك. كتاب الكرة بيقول ان البلاي ميكر يخش، الوينجر يخش، واحد من الاثنين بتوع هنا فاضي خالص، هنا بيخش واحد بس، ولكن للاسف اللاعب اللي دخل خد الكرة، فدي تبقى حاجة من عندنا احنا. يبقى احنا كده عندنا نقطة لازم نخلي بالنا منها، ما دام مفيش كثافة عددية عندي من المنافس بتاعي، ما ينفعش تحت أي ظرف من الظروف إن هو ياخد الكرة مني، سواء خدها من مساك أو حتى من الباك، بعيدا عن نقطة طبعا الطول نبقى نشوفها بعد كده. لكن المفروض طالما أنا في سيتويشن واحد على واحد جوه منطقة الجزاء ومعايا واحد بس، ما ينفعش المهاجم ياخد الكرة مني تحت أي ظرف من الظروف. لو نمشي للكرة التانية، كرة الهدف بتاع شبيبة الثورة في الصورة التانية، هنشوف بدايتها كان اكبر مشكله احنا هنا عاملين يعني ارز او اسهم على اللعيبه اللي عايزين نتكلم عليها، ان احنا بنحلق ما بنضغطش. دي نقطه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها في النادي الاهلي. المشكله عندنا ان احنا ساعات في كرات كتيره ثنائيه بنحلق، بس احنا واقفين بنحلق لكن مفيش ضغط. لو هنا في الكره دي يا كابتن اسلام في ضغط، النص متر اللي اللاعب شبيبة الثورة قدر يعمل منه الكروس كان مستحيل الكروس يطلع من الاساس، وبالتالي انت هنا بتقلل نسبه. خد بالك برضه يا كريم انت من الناحيه الفنيه هنا مش هتقدر تتكلم على الكلام ده، عارف ليه؟ لان انا كباك رايت مثلا في كره زي دي انا هبقى باصص لحاجتين، ان هو عايز يعدي ويرقصني ويخش الملعب، يخش جوه الملعب يعني، او يرفع اوفر. جميل. فانا شايف ان وقفه محمد هاني يعني هو محتاج يطلع خطوه بس قدام. وانت لو بصيت وراك بص الكره هنا ولا واحد جوه منطقه الجزاء. صحيح. ما هي دي بقى الصوره الثانيه. دي الصوره الثانيه احنا على طول لو جبنا الصوره الثالثه يعني كنا هنا بنتكلم على دي بالظبط. يحيى شريف لما كان جوه منطقه الجزاء نفس الكوره بتاعت الشوط الاول، وبرده هو خد الخطوه وسبق وخد الكوره وحطها هيد، طبعا فاكرين الهدف بتاعهم من الكرات العرضيه. وبالتالي احنا لازم نخلي بالنا بكره من الكرات العرضيه. هم طبعا في دي ميزه لينا ان هم ما بيدخلوش لعيبه كتير جوه منطقه الجزاء، فدي المفروض احنا نستغلها، ودايما حراسين اي كره عرضيه هتتلعب احنا يبقى عندنا. خلي بالك احنا شايفين ده كمان ده في ملعبهم. بالظبط بالظبط بالظبط. خليني كده اقول لك ان بكره في الملعب المفروض برج العرب اعتقد انه لحد ما بيبقى اعرض من ملعب شبيبة الثورة. خليني اقول لك في ملعب شبيبة الثورة الاسترتشنج اللي بيعمله شبيبة الثورة بيوصل ل 50.1 متر من مساحة الملعب. لو قلنا اصلا مساحة ملعب الكورة عامة بيبقى 105 في 65 متر، يعني هم واخدين متوسط العرض بتاعهم في المباراة 50 متر من 65. النادي الاهلي كان الاسترتشنج بتاعه كام؟ النقطة كنت بكلمك فيها في قبل ماتش فيتا كلوب، احنا بنعمل 47 متر، فبالتالي احنا برضو لسه ستيل لاسارتي مش عامل استرتشنج قوي للعيبه بتاعتنا او الجناحات. احنا كل ما نعمل استرتش يا كابتن كل ما انت بتصعب المهمه على المنافس، تفتح يعني تفتح الملعب قوي لغايه الخط. المتوسط بتاع شبيبة الثورة 50 متر، فبالتالي ده بيودينا فكر ان هم كل كراتهم بيفتحوا الملعب قدام. بيلعبوا على الكره العرضيه بالظبط. عندهم حمار وعندهم بين حليمه الاثنين بيفتحوا الملعب قوي، ويحيى شريف بيبقى هو داخل منطقه الجزاء بيستنى الكروس وبيحاول يستغل ان هو سريع جدا في الخطوه وهيدر، لعيب هيدر ممتاز جدا، وحتى هو كمان كلامه من شويه مش بس لعيب جوه الملعب، لا هو لعيب بره الملعب، بره الملعب وبيصدر الضغوط بشكل مميز جدا جدا لينا. فاحنا محتاجين ان احنا نخلي بالنا جدا في الحته دي. لكن احنا عندنا ميزه عنهم ان احنا بنعمل البيلدنج اب او البلاي بتاعنا احسن. يعني مثلا في ملعب الجزائر احنا 52% استحواذ على 48%، 424 باس صحيح في حين ان هم عملوا 365، فده يديك الاحساس ان الاستحواذ لعبتنا احنا. النادي الاهلي ولاسارتي عقليته بيلعب على الاستحواذ بشكل جيد، لكن محتاجين ان احنا لازم نخاف ونخلي بالنا من العرضيات بتاعه الفريق الجزائري، لازم نخلي بالنا. اذا اول تحذير هو عرضيات الفريق الجزائري. طبعا طبعا الفريق الجزائري ما بيلعبش خالص ان انا اسلم مثلا، ما عندهمش لعيب زي السوليه ياخد الكوره يوصلها ويطلع بيها، لا خالص. احنا خلينا يا كابتن اقول لك رقم الكرات الطوليه اللي لعبوها في ملعبهم
67 كره طوليه من ورا لقدام من ورا لقدام، في حين احنا النادي الاهلي كان عامل حوالي 43 كره طوليه بس. فبدايه باين لك ان احنا ما بنعتمدش على كده، لا احنا بنسلم الكوره من رجل لرجل، بنلعب كره على الارض بشكل افضل، ده برضه يدينا ثقه اكتر. ولكن لازم نخلي بالنا الماتشات دي، وبيبقى احنا هم طبعا جايين يلعبوا على نقطه التعادل، نقطه التعادل بتديهم التاهل وبتضيع مننا الصداره. انا اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله بكره يلعب على الفوز، نخلص امورنا بعيدا عن ماتش سامبا وفيتا كلوب، عشان الفوز ان شاء الله يدي النادي الاهلي التاهل والصداره في نفس الوقت. تمام. برضو من اهم الحاجات واحنا بنتكلم كده عن المباراه السابقه، مباراه النادي الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري، من الواضح جدا ان النادي الاهلي عنده وسط ملعب قوي اقوى من شبيبه الثوره الجزائري، ولكن هم عندهم بيتميزوا بان هم بيتكتلوا بشكل كبير جدا في هذه الزون ديفنس عندهم بشكل جيد. في مباراه زي دي بقى هيبقى اكتر مما كنا بنشوفه هناك. اكيد طبعا كده. لو حضرتك تفتكر كمان احنا في الشوط الثاني بعد هم جابوا الهدف في اعتقد حوالي الدقيقه 56، هم بيعملوا الزون ديفنس، بيعملوا نفس الطريقه بتاعه الكابتن طارق العشري، بيوقف الديفنس بتاعه قدام منطقه الجزاء، بيعمل لك الاوفسايد جيم، وما بيضغطش عليك في نص ملعبك، بيسيبك تعدي بالكوره لغايه نص الملعب، او ما انت بتعدي نص الملعب ابدا اضغط عليك بالمهاجم بتاعي او بالاثنين الطرفين، وبالتالي اخلي مساحه اللعب هم ال 30 متر اللي في نص ملعبي، وده يخنقك. ولكن ده ايه حله؟ طبعا حله ان انت يبقى عندك لعيبه في الباسنج احسن منهم، يبقى عندك لعيبه احرف، يبقى عندك دايما تحط اللعيبه بتاعتنا في مواقف واحد على واحد. دي احنا عملناها في الكونغو بشكل مميز جدا في الشوط الثاني، لكن بصراحه ما استغليناهاش في الفينشنج ثاني، كان عندنا مشكله في الفينشنج واضحه جدا. لكن احنا لو نقدر نحرز هدف بدري هتلاقي دايما الفريق اللي قدامك مضغوط، وعايزين نستغل برضو ان ملعب برج العرب لحد ما واسع شويه عن ملاعب المنافسين. لا عايزين نستغل فرق النجيله طبيعي، طب نستغلها هناك، احنا نستغلها هنا بالظبط بالظبط. فدي كلها انا بشوفها امور احنا محتاجين نبقى متوازنين جدا يا كابتن، من حيث ان احنا بنلعب بحرص، بس نفس الوقت احنا لازم يبقى الثقه عندنا ان احنا عايزين نكسب، ان انت اول بس ما بتتقدم على اي فريق في ملعبك اعتقد هو بيفتح خطوطه ومسائله، لانه خلاص لانه الفرص راحت منه، لازم يرجع عشان يكسب او يتعادل بالظبط، وبالتالي هيديك مساحات اكتر، وبالتالي هيبقى عندك الفرصه اكبر. يبقى الهدف الاول هو مفتاح او لغز مباراه بكره بالظبط. عشان كده يا كابتن انا اعتقد النادي الاهلي لازم يبدا بشكل ضاغط بطول الملعب بشكل قوي، وان شاء الله نحاول نستغل طبعا اهم نقطه وسلاح عندنا الحمد لله، ان يعني الجهات الامنيه وافقت مشكوره ان هي ترفع العدد الحضور الجماهيري من 10,000 ل 15,000 متفرج. اتمنى جمهور النادي الاهلي يستغل كل تذكره، كل مكان مسموح بيه، ان احنا بكره نملى ال 15,000. وفي بعض الدعوات خد بالك برضه ان شاء الله بعد الاتفاق مع الامن من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي واعضاء اكاديميه النادي الاهلي في اسكندريه، وبالتالي ممكن نوصل ل 16,000 17,000 يعني. حتى نوصل ل 20 يعني ان شاء الله يا رب، بس اهم حاجه ان احنا نتخطى المباراه دي ان شاء الله بشكل جاي، عشان دور الثمانيه بقى يبقى الكلام مختلف طبعا، ونبدا البطوله. دي ظروف ودي ظروف بالظبط، دي حاجه قد تكون بدايه جديده من دور الثمانيه يعني، لانه دور النوك اوت ده بيبقى مختلف تماما عن بقيه اهم نقاط الضعف اللي موجوده بقى في شبيبه الثوره. انا شايف يا كابتن اهم نقاط ضعف شبيبه الثوره الحارس عندهم ضعيف في الكرات العرضيه بشكل كبير، شفنا ان هو في الكره العرضيه اتعمل شكلين ندد ما طلعش من السكس ياردات، عنده ازمه وعندوش ثقه انه ياخد الكرات العرضيه بشكل مميز. تاني انا بشوف دي بصراحه هي ممكن نقطه ضعف ونقطه قوه، ان الاسترتشنج اللي انت بتعمله في الهجوم لو انت بتطبقه في الدفاع ده بيعمل لك ازمه. احنا النهارده النادي الاهلي قدر يفتح الملعب جامد للخط، هيبدا يطلع مساحات في العمق وبالتالي احنا ممكن نستغلها. وحاجه تانية مهمه قوي، انا كوره كنت شفتها وكنت يعني ما خدتش منها بلنتس كيب صح، كان صعب شويه، كان في فاول. هم طبعا النادي الشيك صار بيعتمد على الضربات الثابته، لما بيعتمد على الضربات الثابته بيوقف ورا ثلاث لعيبه منهم الاثنين الباكات واحد من خط الوسط، هو بيطلع الاثنين المساكين بتوعه عشان طوال في الكرات الثابته او الضربات الركنيه. سرعه الارتداد عندهم سيئه جدا 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 جدا، والنادي الاهلي في ماتش الذهاب سنحت له فرصه كانت مهمه جدا جدا عن طريق حسين الشحات ووليد سليمان اللي كان بيلعب، لما الكره احنا ارتدينا بست لعيبه يا كابتن، في حين شباب الثوره من نص ملعب النادي الاهلي لغايه نص ملعبهم رجعوا اربعه بس. وبالتالي انا بشوف ان احنا مميزين في السرعات، لازم نستغل سرعه الارتداد اللي هم جالهم كرات ثابته ان احنا نقدر النهارده نحطها في نص الملعب، ونقدر نعمل التحول من الدفاع الهجوم باقصى سرعه عشان نستغل بطء الارتداد الدفاعي اللي عندهم. بس في نقطه برضو انا احب برضو اشيلها، وده رقم بصراحه مهم جدا 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 وانا شايفه لحد ما مميز عند فريق شباب الثوره.
شريف ساره عندهم الريكفري بول او السكند بول بياخدوها الكرات العاليه لما تنزل على الارض بياخدوها 64 مره، خدوها علينا في ماتش الذهاب، احنا بقى خدناها كم مره؟ خدناها 47 مره بس، فبالتالي الكره الثانيه يا كابتن مهمه جدا جدا في نص الملعب. اهم ما يميز النادي الاهلي في المباريات الاخيره بالظبط الاخيره نعم تقريبا من ماتشين ثلاثه هنا نعم. في الدوري اللي شفناه هنا في الدوري نعم سكند بول بالظبط، فاحنا نتمنى طبعا الكره الثانيه يعني بالظبط ان شاء الله نتمنى ان الكره الثانيه بكره تبقى من استحواذنا احنا، لازم نتفوق في الرقم ده يا كابتن اسلام تحت اي ظرف في اي مباراه، دايما انا بشوف الفريق اللي بيقدر يلعب على الكره الثانيه قدام اي منافس بياخد افضليه عليه في كل امور المباراه، ليه؟ انت دايما بتخلي دايما الكره في رجلك، مساحه الاستحواذ الكره في رجلك انت اطول مده زمنيه عن المنافس، وبالتالي دي نقطه برضو احنا محتاجين ان شاء الله باذن واحد احد نخلي بالنا منها بكره. برضو في نفس الاطار احنا بنتكلم عن شبيبه الثوره الجزائري، عندك فكره الاعلام الجزائري واخد الموضوع ازاي هناك؟ والله الشيء الجيد طبعا احنا بنتكلم دلوقتي انت عارف الفرقتين الكبار في مصر وفي افريقيا النادي الاهلي ونادي الزمالك حسم التاهل ليهم في الجزائر في الجزائر يعني في هناك بعض المشاكل السياسيه ما تخصناش لكن لا ما لناش دعوه بيه خالص لكن انا بتكلم على ان الاعلام الجزائري مهتم بالكره دلوقتي في ظل الاجواء الساخنه السياسيه لا اكيد طبعا ليها مساحه وطبعا هم برضو اعتقد برضو الدنيا هديت شويه يعني الدنيا برضو مش زي اسبوع فات اعتقد الدنيا هديت شويه وبالتالي برضو في تركيز على مباراه نادي الزمالك مع نصر حسين ضاي في الجزائر طبعا لان احنا الفريقين المصريين هيتاهلوا من خلال ان شاء الله ان شاء الله باذن الله فريقين جزائريين يتاهلوا ان شاء الله النادي الاهلي يكسب باذن واحد احد يقدر يكسب دوري الابطال ونادي الزمالك يكسب الكونفدراليه ونشوف سوبر مصري افريقي حلو جدا بصراحه بعد في نهايه الموسم بس تاني الاعلام الجزائري احلى حاجه كانت ان الموضوع متاخد في الكوره بس يعني لا يعني هو بقى له يومين كده متاخد في سكك ثانيه فيما يخص حكم المباراه ولكن في النهايه نعم. يعني احنا ردينا على هذا الموضوع قلنا يعني الاهلي مش مستني يا جماعه ان حكم يبقى مجامل او يحكم ثلاث مرات لا طبعا كابتن سمير قال لك ان في حكم للفرق المصريه بالمناسبه نعم. حكم سوداني حكم للاسماعيلي ماتشين ورا بعض كمان مثلا في دوري الابطال الافريقي نعم. وحكم غاني حكم لنادي الزمالك مباراتين في وبالتالي تكرار ده بيقول لك التكرار ده طبيعي في البطولات الافريقيه وبص يا كابتن اقول لك حاجه هو يعني لو اتكلمنا ان النادي الاهلي تم مجاملته افريقيا فده امر بصراحه دي ممكن تكون نقطه الموسم يعني خلينا مش عايز ارجع لماتش الوداد يعني مش عايز ارجع لماتش الوداد في اخطاء تحكيم لكن عمر النادي الاهلي ما اتجامد بقصد القصد في ايه يعني مثلا النادي الاهلي ممكن الحكم يجي عليه بقصد دي شفناها كتيره ومش عايز تاني افتح ماتش الوداد من سنه ونص يعني او من سنتين يعني ده هيبقى امر صعب مش عايز تاني افتح ماتش لا يا حاجات كتير قوي لا مش عايز افتح انا ماتش كنت فيه موجود يعني النجم الساحلي لا افكرك بقى يا كابتن افكرك بقى بماتش ده واحد من احلى الماتشات اللي شفتها في حياتي بصراحه تحكيميا للنادي الاهلي في افريقيا بنتكلم على المجاملات يعني كيم لي شونج ماتش النادي الاهلي وانيمبا 2005 انيمبا 2005 الماتش ده والله العظيم الماتش ده ما اتحسبش فيه اوفسايد جيم اوفسايد على النادي الاهلي صح الكوره كانت بترجع مع الخط كان الحضري واقف جون الكوره كانت بترجع للمهاجمين انيمبا كان الاهلي جاب جون في الشوط الاول كسبنا 1-0 متعب 1-0 متعب الشوط الثاني كيم لي شونج ما حسبش ولا اتصال على النادي الاهلي لا مش عايز اخش في نظريات المؤامره يعني في ثاني النادي الاهلي ما اعتقدش الاسم الكبير والنادي الاهلي ببطولاته دي كلها ومحتاجين نتكلم على مساعده تحكيميه او في اخطاء على الكل ده طبيعي في اخطاء على الكل واعتقد الفريق او النادي اللي يركز دايما كلامه على التحكيم او انا النهارده اتظلمت او انا النهارده في حد عامل عليا مؤامره او في حد بيعمل عليا حمله او الى اخره هتلاقيه دايما بيقول الكلام ده وهو بيقع مظبوط دايما الفريق اللي بيطلع يعني مثلا خلينا مثلا ندي مثال بسيط قوي النادي الاهلي وقف الدوري بعد ماتش الجونه ما كسب الماتش ده وكان ماتش صعب جدا لفوق الكيرف طالع فهتلاقي الكلام كله فني هنتكلم فني النادي الاهلي المشاكل في الدفاع لا بس احنا واجبنا ان احنا اذا كان هناك بعض الحملات يعني نعم. انا شفت النهارده مثلا ان في حمله ممنهجه معموله على الحكم نعم. لظرف معين بقى لها يومين ثلاثه نعم. يمكن عشان لسه راجع من انجلترا فما شفتهاش فبقى لها يومين ثلاثه نعم. في حمله ممنهجه مثلا معموله على وجود مصطفى شوبير كحارس مرمى نعم. احنا عندنا حراس مرمى شباب يعني عندنا الغندور ده واحد نعم. من افضل حراس المرمى الشباب اللي موجودين في مصر نعم. انا مش بتكلم على مصطفى تحديدا ولكن هو مصطفى تحديدا بيتكلموا عنه عشان خاطر والده لكن في النهايه او يعني بينتقد وجوده عشان خاطر والده بينتقد وجوده ان هو مش مقيد افريقيا ما يعرفوش ان النادي الاهلي مثلا بيفكر ل واحد من افضل القرارات اللي ممكن جهاز فني ياخدها مع لاعب صغير وان هو يديله بغض النظر عن اسمه بقى
ما لي اسم يا كابتن مين؟ لا سؤال يا كابتن بصراحه، يعني هو في لعيب كره في العالم ممكن يكمل؟ هو النبي يقول عشان خاطر كريم الكلام. اصل انا قلت الكلام ده الاول. لا لا دي واحده بس، دي احنا كلنا بنحب الكوره قبل انتماءاتنا، احنا كلنا بنحب الكوره. هو في حد هيشوف حد كويس والماتشات جاي يعني الراجل هيلعب مش هنلعبه؟ السؤال هنا هل في حد هيقول اصل والله هو النهارده كويس او وحش عشان خاطر هو والده او مش والده؟ هل ده كلام يوقع؟ هل ده بيحصل اصلا؟ تصدق بيتقال؟ لا ده انا بقول لك، انا بقول لك بقى لنا يومين ثلاثه نعم. في حملات معينه على ناس معينه لظروف معينه نعم. يعني مثلا قال لك ايه؟ قال لك النادي الاهلي محظوظ. ما احنا انا على فكره اي حد حضرتك لما تيجي تسالني تقول النادي الاهلي محظوظ بقول لك طبعا 100% محظوظ، بس محظوظ ليه؟ لانه مجتهد والحظ لا ياتي الا للمجتهدين، وبالتالي النادي الاهلي يفضل محظوظ وهيظل محظوظ. واحنا بالنسبه لنا لما حد يقول لي كده، اي حد ما بيشجعش النادي الاهلي يجي يقول لي كده انتوا محظوظين، اقول له اه ما احنا محظوظين عشان احنا مجتهدين، عشان احنا بنتعب من اول رئيس مجلس الاداره لغايه اصغر عامل في النادي الاهلي ومش تعب واحد، مش تعب فريق كره بس، لا تتعب كل الناس اللي بتشتغل عشان النادي الاهلي يكسب هذه البطولات. الشيء الحلو في الكوره يا كابتن اسلام ان النجاح نجاح جماعي بالظبط، يعني خلي بالك النجاح الفردي له وقت وبينتهي على طول. ليه بينتهي؟ بنجاح الفرد مثلا، خلينا مثلا ندي مثلا بسيط زي مثلا الخناقه كانت حاصله ما بين مشجعي الريال ورونالدو. يعني بيحب رونالدو يقول لك تاريخ الريال اتعمل مع مجهود رونالدو، فعلا رونالدو بعد ما ساب ريال مدريد واضح ان في تاثير شديد جدا. لكن مثلا احد الميزات اللي انا شفتها كنت حاطط قلت لك الحلقه اللي فاتت، اللي فارق ما بين النادي الاهلي في افريقيا السنه دي والسنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كنا دايما معتمدين على وليد سليمان، يعني وليد في الملعب السنه دي انت حاسس فيه شكل جماعي، حتى اخطائنا جماعيه مش اخطائنا فرديه، لما بنيجي نحاسب بنحاسب الفرقه ككل. فبالتالي انا بشوف النادي الاهلي حتى لو في بعض الاوقات في حظ، وحتى لو من روح الفانيله الحمراء، دي حاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه. بالظبط. انت النهارده لما بتدي الاحساس لعيبتك ان هم يلعبوا ويعرقوا لغايه اخر دقيقه، كريم نيدفيد هذا اللاعب اللي ممكن لو اي منتج سينمائي حب يعمل قصه كفاح رياضي ممكن يحط قصه كريم نيدفيد، ممكن عليك. يحطها ويعمل منها يعني سيناريو حلو قوي ودراما لطيفه. ليه كريم كان في حته، والنهارده كريم لما بيغيب عن ماتش اول ناس بتحزن، يعني بنشوف الناس جمهور النادي الاهلي بيحزن عليه بشكل كبير جدا. واتكلمنا على حته ان كريم ممكن مش هيلعب ماتش الزمالك عشان موضوع الانذارات، وازاي الجمهور النادي الاهلي قال لك انا هخسر اللعيب ده. فبالتالي هنا لا، احنا مش عايزين ندخل الموضوع يا كابتن اسلام في موضوع ايه خد وهات او نقعد نرد على بعض. ليه؟ النادي الاهلي نادي شغل، النادي الاهلي طول حياته طول تاريخه نادي الشغل اللي علمنا ازاي نشتغل، ما نقعدش نبص ده بيقول ايه وده بيعمل ايه، احنا محتاجين نشتغل. ليه؟ اللي يشتغل اكتر بعد ياخد اكتر. مظبوط. في بعض الاوقات وانت بتشتغل نعم شغلانتك هنا انا شغلانتي هنا نعم في قناه النادي الاهلي ان انا اتكلم طبعا في فنيات واعرف كل حاجه هنا وهنا وهنا واجيب لي الناس الكواليس وكده، وفي نفس الوقت ان انا ارد على بعض الامور. ما خلي بالك ما في امور حد كان دور الاعلامي طبعا 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 دورك ده دوري، لكن انا بتكلم على كمان ان في حاجات ثانيه كتير بتتقال بس ما بنردش بقى. نعم. ده اللي انت بتقول عليه. لا انا كنت بتكلم بصراحه، لكن انا حاجه تخص المباراه. نعم. بتتكلم على الحكم عامل عليه هناك بعض الحملات الممنهجه على الحكم خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا منذ اعلان تعيين الحكم الصادق السلمي. بالمناسبه انا ممكن بكره انتقده. نعم. خلي بالك بعد المباراه أيوة واقول ان هو اخطا في الحته الفلانيه، بس انا بتكلم على ما يحدث قبل المباراه دلوقتي. لو بكره مثلا في حد مقتنع ان هو جاي بكره مثلا يجي من النادي الاهلي، انا بيقول لك ثالث مباراه او رابع مباراه للنادي الاهلي وكذا وكذا. طب ما ده اصلا بيحصل عندنا في مصر، يعني بيحصل يعني كتير. ليه؟ عشان ظروف التحكيم في مصر مشابه لظروف التحكيم في افريقيا. واحنا مثلا التحكيم في مصر وافريقيا زي اوروبا مثلا، يعني احنا مثلا لجنه الحكام في مصر مع كامل احترام طبعا ليها ولجنه الحكام في الكاف، هل هي بنفس الجوده بتاعت لجنه الحكام في الشامبيونز ليج؟ لا احنا احسن. لا يعني في ظروف، معلش يا كابتن برضه في ظروف اكيد بتخلينا نستحمل ان في بعض ممكن تلاقي حكم بيحكم ثلاث ماتشات النادي الاهلي في الدوري، وتلاقي حكم معين بيحكم نادي الزمالك ست ماتشات ورا بعض، ممكن يخش حكم اخر في ماتش ما بين السته، بس احنا بنستحمل ده ليه؟ لان احنا عندنا نقص في الكواليتي، عندنا نقص في العدد، في مباريات كتير هتتقال ومش عايزين نقف عندها. في الاخر تاني انا مؤمن تماما ان الشغل والجهد داخل الملعب هو اللي الفريق بياخد نتيجته. لو النهارده اهم حاجه انت قلتها يا كابتن برضه مهمه جدا، انا في الفقره اللي فاتت انت قلت ان اللعيبه معرضه لده طبعا، اللعيبه بتسمع وبتخش على السوشيال ميديا بالزبط. وعندها اكونتاتها ومعرضه. اهم حاجه ان اللعيبه لا تتاثر من الكلام ده خالص، ده النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها فيما يخص الشغل. لازم احنا كلعيبه وكجهاز فني دايما نشتغل. برافو عليك. دايما انا كنت متعود لما
انا كده وكان مجموعه كبيره من الجيل اللي كنت انا بتشرف بالتواجد في وسطهم. نعم. كنا بنتكلم ان يقول لك ايه ان النهارده اصل كريم النهارده وحش قوي في الملعب. نعم. تلاقي حمله برده طلعت عليك كده. نعم. فاحنا ما كناش بنطلع نرد في الاعلام او في كذا او في كذا، كنا بنرد منين؟ خلال شيء واحد فقط. نعم. ايه؟ الملعب. افكرك الملعب. افكرك بحاجه ثانيه؟ طيب فاكر موسم 2006 2007 لما مستر مانويل قرر كان ناقص ماتشين، الاهلي النادي الاهلي كان حسم الدوري وكان في ماتشين قدام نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي في الدوري ومستر مانويل ساعتها كان عنده مشكله في موضوع الارهاق البدني وسافر بالظبط وقال يا جماعه ماتشات الدوري خلاص ما فيش مشكله واحنا مش عايزين، والنادي الاهلي خسر الماتشين، خسر القمه وخسر ماتش النادي الاسماعيلي في في اسماعيليك، اعتقد كابتن محمد فضل جاب الهدف الفوز. ومستر مانويل لما رجع قال انا مهمتي ان انا عندي كاس مصر، وكان عنده سيمي فاينل قدام نادي الاسماعيلي، والماتش ساعتها كان هو ده الاهم، كسبنا 2-0 كسبت 2-0 طلع الفاينل الزمالك 4-3 لا مش 4-3 بس، كان ماتش واحد من احلى الماتشات فاينل ممكن تشوف، ونادي الزمالك عمل ماتش فعلا يعني اللعيبه كان ساعتها هنري ميشيل كان مدير فني فعلا عمل كل ما يمكن عشان يقدر، كان طبعا النادي الاهلي ساعتها فنيا فارق عن نادي الزمالك كتير قوي، واللعيبه نادي الزمالك ساعتها فعلا يعني داسوا على نفسهم عشان يقدروا مزبوط. يتقدموا 3-2 لغايه الدقيقه 89 لغايه لما النادي الاهلي جاب هدف التعادل 2-1 كانت 2-1 في المباراه وبعد كده 3-2 في الجون ده يا كابتن جه في الدقيقه 89 من داخل السكس ياردات بتاع عبد المنصور بالظبط كده، فده يبين لك ايه؟ ده يبين لك ان انا النهارده كجهاز فني كنت ساعتها بحسب ايه ليه تمن؟ ايه ليه تمن؟ انا مش هخش في يعني مناوشات جماهيريه او حتى اعلاميه، ليه؟ ماتش الدوري انا واخد الدوري، هتكسب انت الدوري ما عنديش ازمه فيه، هو ده انا بتكلم عليه، دايما النادي الاهلي علمنا التلاته بونت بالظبط كده، النادي الاهلي بتاع التلاته بونت كده، بقول لك وده اللي اتعلمناه برضه جوه النادي الاهلي. نعم. ان هو ما تردش من خلال حاجه، نعم، ولا سوشيال ميديا ولا بالزبط. كذا ولا كذا، رد من خلال ملعبك بالظبط. الملعب ده انت كباك رايت مثلا بتلعب عندك ايه؟ ادافع بشكل كويس واعمل اوفرات بشكل كويس تجيب منها اجوان، فانا نعم. ادافع بشكل كويس واعمل اوفرات منها، انت يقول لك انت لا انت وحش، نعم. اصل انت بطيء، اصل انت سريع، اصل انت بتنط عالي، اصل انت بتنط واطي، اوكي قول اللي انت عايزه، انا من خلال الملعب بس في الاخر نعم. انا خدت الدوري، خدت نعم. الكاس، هي نفس الطريقه اللي حضرتك بتتكلم بيها، وهو ده منهج واسلوب النادي الاهلي. اقول بس نقطه اخيره في الحته دي وممكن بعد كده نقفلها، ان حتى يا كابتن اسلام من مهام النادي الاهلي حتى واحنا بنتكلم من خلال قناه النادي الاهلي، احنا دايما بنكلم الشباب الصغير مظبوط على كل انتماءاته، اشتغلوا ما تتكلموش، مش ما بنتكلمش بس الناس بتحب النادي الاهلي بس، لا طبعا، لا بنتكلم اي حد بيحب الكوره عامه في حياتك، خلي الشغل اكتر من الكلام، لو حد بيقول لك اتكلم كتير وركز مع الكلام لا ما تسمعش كلامه، احلى حاجه في الكوره انها بتعلمك ان انت تشتغل في جماعه، تشتغل يعني العمل الجماعي، ان احنا دي مش لعبه فرديه، احنا ما بنتكلمش على سباحه ولا كاراتيه ولا لا، احنا بنتكلم على الكوره، الكوره حلاوتها ان هي لعبه جماعيه بتعلمك انك تشتغل، بتعلمك انك ما تتكلمش كتير. حلوه الصوره دي، دي ماتش ايه ده؟ ده ماتش ال 3-1 ها؟ 3-0 سوري قالوا النجم ده الهدف الثالث. فالقصود يا كابتن ان حتى ده برضو جزء من الرساله للنادي الاهلي، طبعا البقاء لله مره اخرى لكابتن عماد النحاس في وفاه عمته الحقيقه، واعتذر عن وجوده في الاستوديو غدا ان شاء الله، طبعا يعني ربنا يرحمها، ربنا يرحمها دائما خلال الفتره القادمه. اتفضل. بس فهي الفكره، انا حتى انا بقول اهو لكل الشباب الصغير، اهم حاجه ان انت تتعلم في حياتك انك تشتغل اكتر ما تتكلم، موضوع التراشق اللفظي، حد يعلمك ان هو ده الاسلوب عشان تثبت حبك لناديك، اعرف ان انت بعد فتره من الوقت انت نفسك هتزهق وهتلاقي انت بالعكس، خلي اللي يقول يقول، نعم، خلي اللي يتكلم يتكلم، نعم، وخلي اللي ينتقد باسلوب. بالمناسبه من الممكن جدا ان احنا ننتقد هنا في ملعب الاهلي، انتقدنا نعم. اداء النادي الاهلي في مرات وفي نعم. مباريات دوري وكذا وكذا صحيح. وكذا، ولكن ده طبيعي جدا ان انت تنتقد طريقه لعب ماشي كذا كذا، لكن ان احنا نرد على كلام بيتقال لمجرد ان هو يعمل زي ما انت بتقول كده، ايه، يطلعك بعيد عن الكوره، الطريق اللي نعم. انت ماشي فيه، لو انت عايز اخد دوري، عايز اخد كاس، عايز اخد بطوله افريقيه، وفي الاخر نبقى نشوف، هو ده اللي احنا عايزينه. اللي يتكلم كوره هتلاقي في كلامه في ايه، في فايده، اللي هيتكلم بعيد عن الكوره وهنخش نحاول ناخد الموضوع لمشاكل، صدقني ده اسلوب ضعيف، طبعا اسلوب ضعيف. طيب خلينا بقى نروح للصحف المصريه، نعم. عندنا ثلاث صحف مصريه النهارده قالوا ايه في
عن مباراه النادي الاهلي معاك. لا انا بسمعيش النص. ما جابولكش. اول حاجه اخبار اليوم، قالت الاهلي بيحشد اسلحته للفوز على الثوره الجزائري الليله. خلاص احنا بالظبط النهارده بالظبط. لاسارتي بيحذر اللاعبين من خطوره الموقف ويطالبهم بالتركيز. ده تقريبا نفس الكلام اللي انت قلته بالظبط، من خلال ان هو يطالبهم بالتركيز في اعتقد في النهايات. واتمنى ان شاء الله ان يكون لاسارتي اشتغل بشكل جيد جدا وبشكل نفسي مع علي لطفي، لان اكيد طبعا علي لطفي النهارده هيبقى عليه واجب كبير في الامانه. في الماتش اللي فات عمل تصدي اكثر من رائع. اللي هو الكوره اللي شالها بايد واحده دي كانت ممتازه جدا، وان شاء الله ربنا يوفقه ويقدر النهارده في المباراه يبقى ثابت بنفس المستوى. وانا حتى ما بلموش على الهدف بصراحه، يعني الهدف طبعا الهدف يعني صعب جدا يتكرر، يعني الكوره دي لو اتكررت 100 مره بصراحه مش هتخش بالشكل ده. فان شاء الله يبقى موفق النهارده. طبعا معانا في اليوم السابع الاهلي في مهمه الدفاع عن الهيبه الافريقيه والتاهل امام شبه تصاب برج العرب الليله. وفي الرياضه عندنا الشروق اليوم في ختام دور المجموعات بدوري الابطال الافريقي، الاهلي يبحث عن بطاقه التاهل دور الثمانيه امام شبه الثوره. الفوز كفيل بتصدر المجموعه، 15000 متفرج يساندون الفريق، والشناوي احتياطيا رغم الاصابه، والتعادل يصعد بالفريق الجزائري بدون تاكيد. بكل تاكيد طبعا. يعني كل تقريبا كل الصحف المصريه بتؤازر النادي الاهلي النهارده، وبكره ان شاء الله يؤازر نادي الزمالك. اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله باذن الله كابتن اسلام. انا ان شاء الله النادي الاهلي يبقى حاسم للمباراه من البدايه، وما حتى ما اتاخرش ان شاء الله. يعني احنا بنشوف دايما النادي الاهلي عنده، لكن ده ما يمنعش برضه خلي بالك ان انت ممكن المباراه تتطور معاك. يعني اتمنى ان انا اشوفها نفس الاداء اللي عملناه مع سيمبا. يعني الشوط الاول انت قدام سيمبا ما سبتلهمش يا كابتن اي مساحه نفس. انت بتضغط بطول الملعب قافل كل حته، هم مش عارفين يطلعوا بالكوره، بتخطف الكوره وبتحولها لهجمه في خلال 3 ثواني، بتحرز طبعا اكيد شايف الصور كمستوى بصراحه افضل من سيمبا طبعًا. واكيد هيقفلوا بشكل افضل منهم. لكن احنا ممكن الشوط الاول بحس ان الاهلي بقى فيه حماس، لسه الباور معانا مليان 100%. فان شاء الله نحسم في الشوط الاول بفارق كبير وننزل الشوط الثاني حتى طبعا نكمل. بس اهم حاجه ان احنا ما نضغطش نفسنا، دايما نحاول نلعب على الثقه. النقطه دي انا بحسها الاهلي بيفتقدها في الماتشات الخارجيه. مهم جدا انك تعرف الفرقه اللي قدامك ان انت بتكسب بالظبط كده يا كابتن. واكيد طبعا بدون شك. من وجهه نظرك مين اللي هيلعب بكره كتشكيل متوقع؟ يعني انا اشوف طبعا علي معلول، محمد هاني بيبقوا حاجزين اماكنهم، ياسر ابراهيم وايمن اشرف، سعد سمير. انا افضل طبعا يعني سعد كايمن كمساكين، بفضل سعد عشان سعد اطول. لكن لو في يعني رؤى فنيه هم دول الاثنين منتخب اللي بيلعبوا دايما. نعم بالظبط. في خط الوسط طبعا هيبقى فيه ان شاء الله السوليه و نيدفيد. مهم جدا طبعا بلاي ميكر، نفس النقطه هكررها تاني، لازم يلعب بلاي ميكر ناصر ماهر، حسين الشحات، رمضان، واتمنى طبعا وليد ازارو يبقى هو اجاي يقعد احتياطي. يعني اجاي ممكن يعني ليه وليد ازارو، دي نقطه مهمه جدا. كنت برضو احب كنت اتمنى لسارتي يفكر فيها. مروان كان ماشي بشكل مميز جدا 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 مع الفريق، بس ازارو لو كان نزل بدري شويه قدام فيتا كلوب واستغلينا الاوفسايد جيم كان ممكن يبقى الشكل والفينشنج بتاع الهجمات مختلف شويه. تمام. تتوقع النتيجه بكره ايه؟ ان شاء الله فوز النادي الاهلي. فوز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. فوز النادي الاهلي يعني تصدره لقمه هذه المجموعه. مش متوقع النتيجه بس هتمنى بس فوزنا ان شاء الله. نتمنى كلنا الحقيقه ان شاء الله فوز النادي الاهلي في مباراته غدا ان شاء الله. الحقيقه كريم انا بشكرك جدا على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك كريم سعيد. يلا كوره نبارك لبعض بكره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. او النهارده صحيح النهارده يا دوبك هنروح ننام ونيجي نعمل الاستوديو بكره ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده 4 ساعات زي ما حضراتكم شفتوا اتكلمنا عن كل ما يخص النادي الاهلي ونادي شبيبه الثوره. اتكلمنا اكتر طبعا عن نادي شبيبه الثوره الجديد، مش عايزين نفتح كل الكتب بتاعتنا فيما يخص النادي الاهلي مع ان كل حاجه واضحه. لكن من الممكن ان احنا بكره نشوف مفاجات. وجهه نظر ان احنا ممكن بكره نشوف مفاجات في تشكيل النادي الاهلي. انا ما عنديش معلومه، انا بقول كده يعني ممكن جدا نشوف مفاجات مهمه بكره في تشكيل النادي الاهلي. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم من الساعه 9 لغايه الساعه 1، اتكلمنا في كل ما يخص النادي الاهلي ويخص شبيبه الثوره الجزائري. بكره ان شاء الله المباراه في تمام الساعه 6 بتوقيت القاهره، هنكون مع حضراتكم بدايه من الساعه 4 عصرا. هنتكلم ايضا
فنيا وهنتكلم في فيما يخص المباراة أو ما يحدث قبل المباراة. وهيكون معنا كريم كالعادة وهجيب لحضراتكم التشكيل بدري بكرة إن شاء الله. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وما تنسوش تستنونا بكرة في تمام الساعة الرابعة وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.